الرابع والعشرون أفريل 68 وعلى الساعة 1:30 ظهرا الرئيس هواري ومدين يتعرض لمحاولة اغتيال وهو يخرج من اجتماع في قصر الحكومة. أول ماي 68 الرئيس هواري ومدين يبدو في الصورة يلقي خطابا في منجم الونزة. صرا أننا في أبريل 68 عملية محاولة اغتيال تاع الرئيس هواري ومدين. وفي الواقع كنا احنا دائما نقولوا له كنت انا شخصيا قلت له ماذا بنا كل اليوم اربعاء تطلع من الجولف وتروح حتى لقصر الحكومه باش تدير اجتماع تما تاع الوزراء، يعني مش حاجه اللي في فائده البلاد. كنا طالبين منه باش يغير يولي نديروا قاعه تاع الاجتماعات في الجولف الرئاسه الحاليه باش نستفادوا، ولا على كل حال كنا دائما مواطنين يعني نصدعهم كيريهم الاربعاء قال نحيو السيارات وتكون العسى في الطريق وكذا، وقال بروتوكوليا ما لازمش انت تروح للقاعة هذه لان لازم الوزراء يجي ولا الرئاسة مش الرئيس اللي يروح للوزارة. كما استجمع يعني كما تكلمت ما حبش هو يغير نفسه. قلت له نهار من النهارات يعني راهي ترى لنا يحصل لنا مشكل لان في طريق طويل باش يتراقب يعني فيه صعوبات. نشفى انا قال لي على كل حال كلش بالمكتوب. قال لي راك شفت كينيدي كيفاش عنده بلاد قاوية وبلاد كبيرة عندهم مصالح و FBI وكذا، راه قرص عليه واحد بالسانكسانك على 200 متر وقتلو. المهم جات هاد العملية هذه اللي تبعت مباشرة العملية نتاع 14 ديسمبر وفيه رجال من السي ان اس اللي قرصوا على هواري بومدين وفي الحقيقة حظوا برك. نشفع لها قد بالضبط كانت الوحدة غير خمسة. لما ركب في السيارة وركب معنا سي رابح بيطات هكذا بالضحك واللعب قال لي طيب، قال لي رانا معروضين اليوم. قلت له وانا جاها؟ قال لي هاو اللي ضيفنا هاو ورانا هاو قاعد هاك. شفتك الفيراج هذا كما نعت لكم قبيل، كنت كنا نشفع لها واحد كان على اليمين وكان واحد على اليسار سي ان اس. اللي كان على جنبي انا يعني على اليسار شفت معاه بغى يقرص ولكن السلاح نتاعو حبس ما نعرف عليه كما يقول رومي سيتوري. اما اللي هو على جنبي على اليمنى قرص علينا مع الفيراج قد كما شفت هذيك لكابينة هذيك تاع العساس البوز دو بوليس هذاك قرص علينا. الوجه البارود الاول اللي خرج قلت كهبط له راسه يعني كي ضربنا الشيء اللي باش يجي فيه هو الله يرحمه جا فينا. بالنسبة هاك تشوف هاي داخلة حبست أنا ما خرجتش. أنا مشارك ما أقولكش مانيش مشارك، أنا مشارك فيها بالأشخاص اللي تروا راهم معروفين لأن وقعت محاكمة والمحاكمة الأشخاص راهم ظاهرين اللي تروا عليه. والناس اللي تحكمت في العملية هذه في عملية اغتيال الرئيس هواري بومدين مشات أمام العدالة والعدالة حكمت عليهم بالإعدام. ومن بعد فاتت مدة طويلة والملف ما طلعش فيما يخص العفو واللجنة كنت أنا عضو في اللجنة هذه نتاع العفو وجاء الملف نتاع الناس هذو واللجنة تقسمت. كان الناس اللي كانوا يقولوا كيفاش لأول مرة منذ الاستقلال في ناس اللي قرصت على رئيس دولة وهذه سابقة خطيرة والسابقة هذه لازم يكون لها جواب، لازم الناس هذه تعدم. ومن بعد الرئيس كيفاش كيشاف اللجنة مقسومة قال على كل حال الناس هذو قرصوا عليا بلا نطلب منكم تخليوني نقرر وحدي على كل شوف كيفاش. ومن بعد قرر بالعفو